بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الفصل السادس بكلية متعددة التخصصات بالرشيدية، طلاب مادة تاريخ الفكر السياسي 2. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حديثنا في المحاضرة السابقة والأخيرة تحدثنا عن جون لوك، عفوا تحدثنا عن جون جاك روسو، والذي وهي المحاضرة التي ختمنا بها حديثنا عن التاريخ وتاريخ الفكر السياسي الأوروبي في عصر النهضة، أو عفوا في عصر الأنوار. لننتقل بكم الآن إلى الحديث عن مرحلة أخرى تعتبر فيه الثورة الفرنسية التي اندلعت في القرن 18 نقطة مرجعية لدراسة يعني الانعطافات التي شهدها تاريخ الفكر السياسي الأوروبي. وسنستهل حديثنا في هذه المحاضرة عن مفكر فرنسي ترك أثرا كبيرا على الصعيد السياسي، على صعيد التنظير السياسي، وأيضا على صعيد العملي من خلال الوظائف السياسية التي تحمل مسؤوليتها. ولكننا دعونا قبل أن نبدأ الحديث عن هذا الفيلسوف، هذا المفكر السياسي، ونقصد به إيمانويل جوزيف سياس، قبل أن نتحدث عن أفكاره السياسية لابد لنا أن نضعكم في الصورة العامة أو في السياق التاريخي لبروز هذا المفكر. كما قلت أنه في خلال يعني هذه المرحلة التي عاش فيها إيمانويل جوزيف سياس، هو يعني توازى يعني تفاعله السياسي مع حدثين بارزين. الأول هو استقلال المستعمرات البريطانية في القارة الأمريكية، والثورة التي اندلعت ضد إنجلترا، حيث يعني أعلت هذه الثورة في 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 أمريكا من شأن الحقوق الطبيعية للإنسان، بما فيها حق الحرية والحياة والسعادة والأمن والملكية وغيرها. هذه محطة أساسية شهدها القرن 18، وتفاعل معها عدد من المفكرين السياسيين في تلك المرحلة، وأهمهم إيمانويل جوزيف سياس. الحدث الثاني الأبرز هو الذي أشرت إليه، وهو اندلاع الثورة الفرنسية التي تعد في الحقيقة منعطفا في تاريخ الفكر السياسي الأوروبي، حيث يعني نتج عن هذه الثورة تغيرات جذرية وعميقة إن على الصعيد الاجتماعي أو على الصعيد السياسي، بحيث يعني
تعد أو يمكن القول أن من أهم إنجازات هذه الثورة أنها أسقطت نظام الامتيازات الذي كان سائدا والذي كانت تتمتع به بعض الطبقات كالنبلاء والطبقة الأرستقراطية. ومن نتائج الثورة أيضا أنها أنهت ما كان يسمى بالحكم المطلق. عموما أن التفاعلات السياسية للثورتين الأمريكية والفرنسية كان لها صدى كبيرا في الإعلانات الخاصة بحقوق الإنسان، أهمها إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في 27 أغسطس في 1789. في هذه المرحلة تم الإعلاء من شأن قيمة الحرية باعتبارها من الحقوق الطبيعية المرتبطة بالإنسان، سواء تعلق الأمر هنا بحرية الرأي أو بحرية التفكير. هذا الإعلان من سماته أيضا، إضافة إلى إعلائه من شأن الحرية، هو تكريسه، وهي الميزة التي تميزت بها مرحلة ما بعد الثورة، تميز بها الفكر السياسي ما بعد الثورة الفرنسية، هو الدور الأساسي للفرد في المجتمع، وذلك من خلال تأكيد حقه في المشاركة وحقه في الـ والحق الـ يعني المساواة أمام القانون. لنأتي بعجالة أهم ما ميز عصر ما بعد ما ميز الفكر السياسي الأوروبي والغربي عموما بعد الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية ضد الاحتلال البريطاني. نعود إلى الحديث عن إيمانويل جوزيف سياس، ونستهل حديثنا عنه بإلقاء نظرة عامة عن حياته. في حقيقته هو من مواليد فرنسا سنة 1748، وهو من أسرة متواضعة. أنا من أسرة متواضعة، أبوه كان يشتغل جامعا للضرائب، وكغيره من جيله التحق بسلك الكهنوتي للدراسة والتعلم. وفي الحقيقة كان الانتماء إلى السلك الكهنوتي بقدر ما أنه كان يضمن مستوى من التعليم الجيد في تلك المرحلة، لكنه في ذات الوقت كان يضمن أيضا الارتقاء، كان يضمن أيضا الارتقاء في السلم الاجتماعي.
على أي حال، إيمانويل جوزيف سايس درس اللاهوت ودرس أيضا الهندسة، وكما قلت كان يرغب في أن لا يدرس فقط في الكنيسة الكاثوليكية، ولكن كان أيضا يعني يطمح إلى أن يكون له منصب في سلك الكهنوتي، لكنه في الحقيقة لم يستطع أن يحقق مبتغاه في هذا الإطار نتيجة الوسائط ونتيجة احتكار النبلاء والطبقة الأرستقراطية لسلم الارتقاء عبر المؤسسات الكهنوتية الكنسية، وهو ما أدى إلى أن يشتد غضبا على الكنيسة. ورغم أنه قد حصل على وظيفة بشكل متأخر عن ما كان يأمل فيه، إلا أنه يعني وظيفة في الكنيسة ورسم كقسيس، ولكنه بالرغم من ذلك يعني كان يبتعد عن الأفكار الدينية الكنسية، بل أنه كان يستهزئ بها وهو يمارس مهامه، إلى درجة أنه كان يصطدم مع والده الذي كان عرف عنه أنه كان شديد التدين، إذ لاحظ على أن ابنه يعني لا تظهر عليه ملامح يعني المنتمي إلى الكنيسة من خلال سلوكاته. في مقابل نفوره من بالرغم أنه كان قد انتمى في بداية إلى سلك الكهنوت، لكن بالرغم من ذلك كان يميل إلى الأفكار وتأثر بأفكار فلاسفة عصر الأنوار، وعلى رأسهم يعني جون يعني جون لوك. بعد يعني في هذا الإطار ومع اتساع معارفه برز جوزيف ناين ككاتب في القضايا السياسية، وعالج في مؤلفاته يعني القضايا التي كان ينظر لها يعني القضايا السياسية التي كان ينظر لها، والتي كان يسعى إلى إيجاد منفذ لتطبيقها على أرض الواقع. فقد عرف عنه يعني عرف بمؤلفه محاولة حول الامتيازات، ومؤلف آخر بعنوان نظرات حول وسائل التنفيذ التي يمكن أن تكون تحت تصرف ممثلي فرنسا في عام 1789، إضافة إلى المؤلف الذي اشتهر به بشكل يعني أكبر، وهو مؤلف ما هي الطبقة الثالثة. وكان يسعى إيمانويل جوزيف سايس من خلال مؤلفاته إلى القضاء على نظام الامتيازات الذي كان سائدا قبل الثورة الفرنسية.
وعلى العموم فإن مؤلفه ومؤلفاته قد تطرق فيها إلى قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، وكذلك يعني تعرض إلى نقاش حول موضوع الأمة وما أسماه بالديمقراطية التمثيلية، إضافة إلى حديثه عن فصل السلطة. فيما يتعلق بحقوق الإنسان فقد دافع عنها إيمانويل جوزيف سياس بشكل كبير، مستمدا يعني أسسها من تفكير جون لوك. وبالنسبة إليه أن المجتمع السياسي لا يوجد سبب لوجوده غير ضمان الحقوق الفردية الملازمة لصفة الإنسان والسابقة على التنظيم الاجتماعي، كما رأينا ذلك أيضا عند جون لوك. بالنسبة لجوزيف إيمانويل جوزيف سياس فإن هذه الحقوق الطبيعية تستبعد الامتيازات التي كان يعني يرى فيها هذا المفكر أنها تكرس لمنطق اللامساواة. بالنسبة إليه لا يوجد هناك إمكانية للامتيازات، وإنما كل علاقة في التنظيم الاجتماعي وفي التنظيم السياسي يكون غايته الأساسية هو الدفاع عن وضمان حقوق الإنسان الفردية. وإضافة إلى ذلك فقد دافع جوزيف سايس إيمانويل جوزيف سايس عن فكرة الحرية، دافع عنها بشكل كبير، وإلى درجة أنه يعني جعلها في مقام بين قوسين مقدس، وكان له رؤية أخرى من هذا كان له رؤية أخرى لموضوع الحرية مغايرة لمفكرين سابقين في عصر الأنوار وعلى رأسهم مونتسكيو. فهو كان يرى بأن مونتسكيو في النهاية وإن كان قد يعني تحدثا عن فصل السلطات، ولكنه في نفس الوقت أنه لم يستطيع أن يقضي على الامتيازات، بل يتهمه بأنه كان صديقا للذين كانوا يستفيدون من الامتيازات. فمونتسكيو بالنسبة إليه فقد حصر موضوع الحرية في التمتع بها حصرها في الطبقة الأرستقراطية. لذلك كان يتحدث إيمانويل جوزيف على أن مونتسكيو كانت له
كانت له حرية الحرية، حرية الأرستقراطية، ولم يكن ولم تكن حرية يستفيد منها الجميع. إيمانويل جوزيف أيضا في هذا السياق وبصدد تأصيله لحقوق الإنسان كان يرفض تماما أن يجعل من التاريخ مصدرا لاستلهام نماذج سياسية، وكان يرفض أن يجعلها أيضا مصدرا يعني إقرار حق من الحقوق، وكان لا يعترف إلا بالعقل والموجود في يعني في الأزمة الغابرة، فإنه لا يعتبرها مصدرا لاستلهام أصول حرية وحقوق الإنسان، إذ كان يعني ينتقد، كان يستهزئ، بل كان يستهزئ بالرجوع إلى تراث القبائل الجرمانية التي كان يصفها ب يعني القرون يعني البربرية، لكي تقرر قوانين لأمم متمدنة. طبعا وهذا يعكس نزعته الفرنجية يعني القومية الفرنسية، لا في مواجهة الجرمان ولا حتى بالنسبة للإنجليز. هذا ما يتعلق إذن بعجالة عن أفكاره المتعلقة بحقوق الإنسان. و يعني كخلاصة، هو أولا يجعل من يعني من حماية الحقوق الفردية هو الغاية أو هي الغاية الأساسية لإنشاء التنظيم الاجتماعي والتنظيم السياسي، وأنه كان ضد الامتيازات التي سبق لمونتسكيو أن يعني أن كرسها، وإن كان قد تحدث عن فصل السلطات، فضلا على أن إيمانويل جوزيف كانت له يعني كان له اهتمام كبير بموضوع الحرية، فضلا على أنه لم يكن يعترف بالتاريخ كمصدر لاستلهام القوانين في عصره. إذن ننتقل الآن للحديث عن فكرة أخرى اعتبر إيمانويل جوزيف سايس من مبدعيها، فقد تحدث عن الأمة وعن الديمقراطية التمثيلية. بالنسبة إليه الأمة غير قابلة للتجزئة، الأمة غير قابلة للتجزئة، و لا يمكن بالنسبة إليه أن تكون الأمة مكونة من يعني من طبقات يعني لا تتمتع بالمساواة، بمعنى أنه في الأساس هو يرفض فكرة الامتيازات. هذه الأمة بالنسبة إليه يعتبرها مصدر الشرعية، بمعنى آخر أنه لا يمكن اتخاذ أي قرارات
أي القرارات من غير أن تكون لها شرعية يعني إرادة الأمة، ويعتبرها أنها هي السلطة الوحيدة التي يعني يمكن الاستناد إليها في إعطاء الشرعية لأية قوانين. وبالنسبة إليه فإن هذه الأمة التي يتحدث عنها تتكون من مواطنين أحرار متساوين ومستقلين أيضا، وتجمعهم إرادة العيش المشترك، والأمة عنده هي ما يسميه بالطبقة الثالثة، يا ما يسميه بالطبقة الثالثة. وبحسب وجهة نظره فإن الأمة أيضا لا يمكن لها ممارسة السلطة بشكل مباشر، لا يمكن لها أن تمارس السلطة بشكل مباشر، فهو بمعنى آخر هو يرفض فكرة الديمقراطية المباشرة، يرفض فكرة الديمقراطية المباشرة، وفي مقابل ذلك يتبنى فكرة ما يسميه بالديمقراطية التمثيلية التي تقوم على أساس انتخاب الشعب لنوابه ويقررون مكانه، يعني أن هذا يعني النواب الذين يتم انتخابهم من قبل الشعب وهم الذين يقررون نيابة عنهم، نيابة، وهم الذين يجسدون إرادة الأمة التي انتخبتهم. إذن فإيمانويل جوزيف سياس قد أعطى أهمية كبيرة لما كان يسميه بالطبقة الثالثة، وهذه الطبقة الثالثة هي التي تتجسد فيها الأمة، فالأمة بالنسبة إليه تمثلها الطبقة الثالثة. لكن هو كان يطرح سؤال، يعني طرح ثلاثة أسئلة حول الطبقة الثالثة. فما هي الطبقة الثالثة بالنسبة إليه؟ هي كل شيء. وماذا كانت حتى الآن، يعني في تلك الفترة؟ لا شيء. معناه يقول أنه بالرغم أنها كانت تقوم بكل شيء إلا أنها لا شيء. وماذا تريد؟ ماذا تريد بالنسبة إليه أن تصبح شيئا ما؟ هي كل شيء. لماذا؟ لأن في تصوره هي التي تقوم بكل الأعمال الخاصة من زراعة وتجارة وصناعة وأعمال منزلية وغيرها. فضلا عن ذلك، من ناحية العددية أنها هي الطبقة الأوسع في المجتمع. أما بالنسبة للطبقة، طبقة النبلاء، فهي بالنسبة إليه لا تقوم إلا بأعمال الشرف فقط، لا تقوم إلا بأعمال الشرف فقط، بالرغم من أنها المالكة لكل شيء، بالرغم من أنها مالكة لكل شيء. فإيمانويل جوزيف يذهب بأن طبقة الأشراف يعني يعتبرها أنها غريبة عن الأمة، غريبة عن الأمة، بل وأنها تشكل عبئا ثقيلا عليها، لأنها لا تمثل جزءا منها، لا تمثل هذه الطبقة، لا تمثل
جزءا من هذه الأمة، بل يعتبرهم أنهم قوم كسالى ولا فائدة منهم، بالرغم بأنه يقر بأنهم يعني قلة من حيث العدد، ويشكلون دولة داخل الدولة. يعتبر أيضا أن هذه الطبقة، أي طبقة يعني النبلاء، هي غريبة أيضا بحقوقها السياسية، فلكونها يعني تتمتع بامتيازات كبيرة لا تجسد قيمة المساواة ولا تجسد قيمة الحرية الحقيقية من وجهة نظره. فالحرية بالنسبة للطبقة النبلاء والطبقة الأرستقراطية الحرية هي التي تحفظ لهم الامتيازات، وما دون هذه الامتيازات فلا وجود لقيمة الحرية. إذن فبالنسبة إليه أن الطبقة الثالثة هي تشمل كل من ينتسب للأمة، وما عدا ذلك يجب أن لا ينظر إلى نفسه على أنه من الأمة. فالطبقة الثالثة فقط بالنسبة لإيمانويل جوزيف هي كل شيء. هذه الطبقة في الحقيقة وفي تحليل إيمانويل جوزيف لم يكن لها في النظام القديم دور يذكر، خاصة في المجال السياسي، وبما أن موقعها كان باستمرار خارج النظام الامتيازي الذي كان سائدا والذي كان مرافقا للنظام الاقطاعي في أوروبا عموما وفي فرنسا، فإنها لم تكن تخضع إلا لهذا القانون العام المشترك. بمعنى الطبقة الثالثة كانت تخضع لهذا القانون، فهي كانت تشكل بالنسبة إليه يعني كتلة للذين لا يتمتعون بالامتيازات. وكان يرى أن التمثيل الذي كان قائما بالنسبة للطبقة الثالثة في مجلس الطبقات لم يكن تمثيلا سليما، ذلك أنه كان يتم على أيدي أشخاص فقدوا انتماءهم الأصلي يعني بفعل نيلهم ل يعني شرف النبالة، يعني أن يصبحوا من النبلاء. إذن بالنسبة لإيمانويل جوزيف فإن الطبقات الأخرى التي كانت تزعم الحرية ليس لها شيء، إذ لم تكن الحرية متوفرة لدى الطبقة الثالثة نفسها. ويعني في النهاية بالنسبة لإيمانويل جوزيف أن الإنسان ليس حرا بالامتيازات كما تعتقد الطبقة الأرستقراطية وطبقة النبلاء، بل أن الإنسان حر بالحقوق التي هي ملك للجميع بحسب وجهته نظره. طيب، إذا كان هذا موقع الطبقة الثالثة في النظام
القديم، في النظام القديم، يعني نقصد هنا نظام ما قبل الثورة، فإن الطبقة الثالثة، أصبحت لديها مطالب، بعد الثورة، أهمها أن تكون ممثلة بصورة حقيقية في مجلس الطبقات، وأن لا يقل عدد ممثليها عن عدد ممثلي الإكليروس، أي رجال الدين والنبلاء مجتمعين. بمعنى أن عدد ممثلي الطبقة الثالثة ينبغي أن يتجاوز ممثلي كل من طبقة الإكليروس، أي رجال الدين، وأيضا طبقة النبلاء، ثم أن يجري التصويت على أساس الأشخاص لا على أساس الطبقة. ذلك لأن التصويت على أساس الطبقة داخل المجلس ينقص من الأهمية العددية للطبقة الثالثة، ويعطي تفوقا صارخا وغير مستحق لأصحاب الامتيازات. بمعنى هو لكي يضمن يعني صوت ومطالب الطبقة الثالثة في مجلس الطبقات، فعليه فينبغي أن يكون التصويت على أساس العدد وليس على أساس الطبقة. وإذا تم إقرار التصويت على أساس العدد، فهذا يعني ضمان حقوق الأمة وضمان حقوق الطبقة الثالثة، لأنهم في النهاية وهم الذين يشكلون الأغلبية، وهم كل شيء بحسب وجهة نظر إيمانويل جوزيف. يبقى لنا الحديث الإشارة إلى أن إيمانويل جوزيف تحدث أيضا عن فصل الصوت، وكان يرى أن الدستور هو القانون الأسمى الذي يميز بين السلطات. فإذا كان الدستور يضمن الحرية، فعليه أن يقوم هذا الدستور على أساس مبدأ فصل السلطات التي تعني الفصل العضوي والفصل الوظيفي في نفس الوقت. وقد ميز في إطار السيادة بين أربعة إرادات. الإرادة الأولى هي التي سماها بالإرادة التأسيسية، وتقوم هذه الإرادة بوضع الدستور والحفاظ على تطوره. الإرادة الثانية هي ما يسميه بالإرادة العرائضية، بحيث يمنح الحق للشعب في تقديم طلبات من خلال العرائض. هذا ما كرسه بين قوسين دستور 2011 في المغرب. وهناك أيضا الإرادة الحاكمة، وهي من اختصاص الحكومة المكلفة بتسيير شؤون الدولة. وأخيرا تحدث عن الإرادة التشريعية، ويجسدها نواب الأمة المكلفين بوضع القوانين. إذن بهذا سنكون قد أنهينا حديثنا عن المفكر الفرنسي صاحب نظرية الطبقة الثالثة إيمانويل جوزيف سايس، والذي تحدث عن مفهوم الأمة الغير المجزأة والديمقراطية التمثيلية، وجعل من حرية الدفاع عن حقوق الأفراد هو الغاية الأساسية من تنظيم السياسي والتنظيم الاجتماعي. وإلى المحاضرة القادمة التي سنتحدث فيها
عن مفكر آخر من مفكري مرحلتي ما بعد الثورة، وسنحدثكم عن إدمون بيرغ. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.